هو الوقت المثالي؟ يعني تقعد مع مراتك قد ايه؟ 3 ساعات، 5 ساعات، 6 ساعات، 10 ساعات، 15 ساعة، اليوم كله؟ مش مهم الكم، المهم الكيف، المهم المضمون. حلو. اقعد معايا نص ساعة. نص كفاية. وقول لي اخباركم ايه النهاردة؟ عاملين ايه؟ الولاد عملوا ايه النهاردة؟ انت شايف النص ساعة كفاية قوي. قوي. اليوم بس كله. بس يبقى قاعد معايا. يقعد يلزمك قد ايه في اليوم يقعد معاك؟ ايه ده؟ ايوه يعني هو ينور ده بيته ومطرحه. بيته ينور بيته ومطرحه. لا يعني بيته. يقعد لما يحتاج ده بيته زي ما هو بيتي وما حدش عنده كوتة. لو عايز يقعد يقعد. لو حابب لا يقعد. مفيش كوتة يعني. الستات بيجي عليها وقت تتضايق وتقول لك جوزي ما عادش معايا وقت كافي. أوكي. ايه هو الوقت الكافي؟ يعني كافي لايه؟ لازم يبقى موجود يعني فترة معينة وانا لازم ابقى يعني تبقي شبعتي منه. نمضي حضور يعني. لا مش نمضي يعني دلوقتي شبعتي منه يعني. لا لازم يبقى فيه كل على الاقل كل كام يوم كده نقعد نتكلم حتى في امور كل كام يوم. لا مش قصدي. حلو دي يعني تقابل مرة كل يعني كام يوم. يعني ايوه افرض راجل مشغول هيعمل ايه؟ حلو يعني مشغول. ما بتشوفوش كل 3 أيام ما بتشوفوش؟ لا بنشوفه ما هو عايش معانا في البيت بس افرضي ما فيش وقت نقعد بقى ناخد وندي عنده شغل. انت بتقعد قد ايه يا عمرو في البيت؟ انا؟ انا بيتي جدا. رد على سؤالي. في الشهر؟ بتقعد ولا في السنة؟ في الشهر؟ احنا لسه انا باجي عند الشهور القمرية. لا بدل ما تعد للثانية. لا انا نسي يعني انا مريح ما تحسيش بيا في البيت كتير. ما تشوفنيش يعني ما تحسيش من نظريه ايه يا بهت من زارو خف خلاص احنا حسينا ولو عزتني انت معاكي تليفوني. ايوه صح. يا ساتر لو عزتي حاجه كلميني في التليفون.